فما نقص في التزود على المستوى العالمي بالحبوب، فما أسباب داخلية أنا نلخصها في اعتقادي أساسا في ضعف إمكانية الدولة والصعوبات اللي يلقاها ديوان الحبوب في التزود وفي سداد المزودين، وهذا نتيجة لتراكمات عديدة اليوم. ديوان الحبوب من المؤسسات العمومية الحقيقة اللي تعاني خطورة كبيرة واللي عندها خطورة كبيرة واللي تعاني صعوبات كثيرة. أنا في اعتقادي لابد أن الحكومة تأخذ الموضوع هذا بجدية. مسألة التزود بالخبز راهي مسألة استراتيجية، اللي قالوا الأستاذ يعني واضح تاريخيا، يعني الاستقرار الاجتماعي مربوط بالخبز بالخبزة. الدولة لابد أن تكون عندها الرؤية واضحة في الإطار هذا، ولابد أن توفر التزود بالقمح وبالوحد. وفما أيضا مسألة الدعم ما هوش وقته. أنا مع رئيس الجمهورية أنه البعد الاجتماعي والجانب الاجتماعي لابد أن يراعى. ما تجيش في بلاد فيها 16% بطالة و22% نسبة فقر وتقول أي نرفع الدعم على الخبز وعلى المواد الأساسية. أنا نقول أنه معالجة مسألة الدعم لابد أن تكون بالتروي وتأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي. شو المطلوب؟ أولا أتريكور تيرم دولي ميديا، أنا في اعتقادي مسألة التزود يلزم نلقى الإمكانيات المالية بالعملة الصعبة لتوفير مخزون استراتيجي لتونس باش ما نقعدوش في المشاكل اللي يعانيوا فيها. مخزون استراتيجي, استراتيجي لأنه خاطر نعرفوا اللي صابة سنة راهي صابة زيرو، صابة اعتبروها زيرو. أيضا فما حاجة أخرى مهمة زادة سيدة مريم، الحاجة الأخرى اللي هي مهمة جدا وأنه الوضعية المالية نتاع بلادنا صعيبة، يلزم نوفروا الإمكانيات بالعملة الصعبة لتكوين مخزون استراتيجي، لأنه في السيف من المتوقع أن المخزون يعني من المتوقع أنه الموسم السياحي باش يكون ناجح، وهذا باش يضاعف الطلب على الخبز كمادة أساسية وغيرها من المواد الأخرى اللي نجوها من القمور. الحاجة الثانية أمويان إلون تيرم، أنا جو بونس يلزم نرفعوا شعار الأمن الغذائي بصفة عامة. ما فماش سيادة نتاع بلاد في ظل غياب أمن غذائي، في ظل سياسة، في ظل غياب سياسة وطنية تحقق الأمن الغذائي. اليوم من المفروض أن نراجع سياساتنا القطاعية في الفلاحة، في الصناعة، في كل شيء، وخاصة على مستوى المنظومات الفلاحية. راهو يلزم نفهموا حاجة بربي نحكيوها باللغه اللي فما شعب. بلادنا ما عادش تنجم تكمل بنفس السياسات القطاعيه، بنفس السياسات العموميه، بنفس الرؤيه الاقتصاديه. المعطيات تغيرت، الوضع تغير. الفوسري لا سانتور نعم كلامك فيه شويه تناقض من جانب، معناتها لازمنا نغيروا ونعملوا ونعملوا الاصلاحات هذا مفروغ منها الاصلاحات، ومن جانب اخر معناتها حكايه الدعم ربي خلينا غادي نسيسوا الشارع نسيسوا الرأي. فما فرق، فما فرق بين يفضلك استاذ رافع، فما فرق انك تبني رؤية اقتصادية جديدة، تبني سياسات قطاعية جديدة، تبني سياسة منظومات فلاحية جديدة تحقق لك الأمن الغذائي، وبين الإصلاحات الاقتصادية تنجم تبني منظومة اقتصادية جديدة واقتصاد تنافسي واقتصاد متطور، والدولة تقوم بدورها تجاه الفئات الاجتماعية الهشة. هذا لا يمنع الآخر. راهم ما يلزمش نفرقوا بين يعني التطور الاقتصادي ومراجعة السياسات الاقتصادية ومراجعة السياسات القطاعية ومنوال اقتصادي جديد والاستقرار الاجتماعي. راهو ردوا بالنا، البعد الاجتماعي مهم ومهم جدا. اليوم اصلاح منظومة الدعم النجم من اجله، وخليني نقول لك على مستوى المالية العمومية راهو الثقل نتاع دعم المواد الأساسية ما هواش بالحجم اللي نتصوروه. فما تبذير، فما قسبياج، فما فساد. أما كذا ياخذ من الجانب الآخر السلم الاجتماعية، أنا السلم الاجتماعية أهم لي من كل شيء، و84 ماهيش بعيدة. السلم الاجتماعي أهم لي من كل شيء. وشوف أنت اليوم ثورة في البلاد والناس كل تحكي لأنه قعنا ربتور نتاع يعني تزود على مستوى نهار ولا نهارين في بعض الجهات. راهو سي غراف فول بروندر او سيريو مسألة التزود وانتظامية التزويد بالخبز. دونك قلنا موان السياسة، السياسات العمومية والسياسات القطاعية وسياسة المنظومات الفلاحية يلزم تهدف لهدف واحد اللي هو الأمن الغذائي، شيء لا رجعة فيه. حاجة أخرى مربوطة في الجانب على المدى المتوسط والبعيد ونقصدها هي مسألة الدعم على المدى المتوسط
ما تنجمش تكمل هكا سي دو غاسبياج اليوم من غير ما ندخل في تفاصيل السلاح صحيح. تعرف صحيح. الفساد الموجود في منظومه صحيح. دعم المواد اليوم نحكيو يا اخي علاش ديما ترجع لحكايه نتاع الخبز فما نقطه اخيره للدواجن بربي فما نقطه صحيح. فما نقطه اخيره سيده ماري نقطه اخيره سي محسن مازال عندي ثلاثه دقائق اليوم الفوق راهو شوف يعني على مستوى الكلمه بالعربي على مستوى حاجياتنا من الاستهلاك و طرق التغذيه نتاعنا راهو مالوريزمون عندنا دي موفيز ابيتود اليمونتير راهو هذا يتغير بالتوعيه ماهوش دون لي ميديا سي با دون لي ميديا كما قالت السيده الوزيره اليوم يلزم توعيه يلزم نغرسوا ثقافه جديده زاد سامحني زوالي يخلص في 20 دينار باش تحبوا ياكل اللونغوست باش ياكل الخبز شايح والخبز بالهريسه والخبز بالزيت دونك سي تان موديل سوسيتال جديد يلزم يتبناه